صباح الخير يا كيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة وبعد ما خلصنا الشرح بتاعنا في الفصل الاول حديقة من الورق، النهاردة بقى المفروض ان احنا هنعمل ايه؟ هنحل في الكتاب مع بعض. واول صفحة عندنا في الكتاب بيقول لنا ايه؟ صل صور الكائنات الحية بالمجموعة التي تنتمي اليها، وضع علامة غلط على صور الاشياء غير الحية. يعني احنا هنوصل صور الكائنات الحية بالمجموعة اللي بتنتمي اليها، وهنحط علامة غلط على صور الاشياء الغير حية. تعالوا كده ناخد صورة. اول صورة عندي صورة الشجرة. الشجرة دي كائن حي ولا غير حي؟ شطار، كائن حي. كائن حي هيبقى نبات ولا حيوان؟ شطار، انا سمعاكم، نبات. يبقى هنوصل الصورة دي بكلمة نبات. طيب الدبدوب ده، هل الدبدوب ده من الكائنات الحية؟ لا، الدبدوب من الكائنات الغير حية. يبقى احنا هنعمل عليه هنا من فوق اكس او غلط، عشان هو من الاشياء الغير حية. تمام. الفيل، الفيل ايه، نبات ولا حيوان؟ حيوان. يبقى هنوصل صورة الفيل بكلمة حيوان. نيجي على السلحفة اللي تحت. السلحفة دي نبات ولا حيوان؟ نبات. نبات؟ سمع حد بيقول نبات؟ شطار، لا هي حيوان. طيب عندنا الشجرة، الشجر ده او الزرع ده نبات ولا حيوان؟ شطار، نبات. السيارة، السيارة من الأشياء الغير حية أصلا، فنحط عليها علامة إيه؟ علامة غلط. زي ما عرفنا مع بعض في الشرح إن ساعات بيبقى في عندنا نباتات بتكون طبيعية وبتحتاج لشمس ومية وهواء عشان تكبر وتنمو، ساعات برضو بيبقى فيه صور أو بيبقى فيه نباتات ما بتكونش حية أصلا، ما بتكونش من الكائنات الحية، بتكون زينة بيبقى الإنسان هو اللي عاملها، بنزين بيها مثلا إيه؟ بنزين بيها الليفنج عندنا، او بنزين بيها مثلا باب الاوضه بتاعنا، فما بتحتاجش اصلا ان احنا ايه، ان احنا نحط لها ميه ونعرضها للشمس. طب هنا هنحط دايره على صوره الحاجات او النباتات الطبيعيه بس. يعني مثلا الشجره من النباتات الطبيعيه ولا من النباتات الصناعيه؟ شطار، من النباتات الطبيعية. طيب الزرعة المزروعة حلوة دي، شطار، الطبيعية. يبقى هنحط سيركل هنا وهنحط كمان سيركل هنا. طيب دي، ها شطار، لا دي صناعي، شطار، مش هنحط عليها سيركل. طيب هنا دي، شطار، طبيعي، لا انتوا بقيتوا شطار خالص يا كيجي، شطار. طيب طب دي طبيعي، يبقى برضو هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها دايرة. ايوة تمام كده. طيب في الصفحة اللي بعدها احنا طبعا احنا شرحنا الصحراء والغابة، وازاي ان الصحراء ما بيكونش فيها نباتات والغابة بيكون فيها النباتات وبيتزرع فيها، لان الصحراء تربة رملية اما الغابة تربة طينية. طيب هو هنا بيقول لنا لاحظ البيئتين جيدا وحدد اوجه التشابه والاختلاف. عايزين نشوف ايه اوجه التشابه اللي موجوده في الصفحه في الصورتين وايه اوجه الاختلاف. اوجه التشابه مثلا ان الاثنين فيهم شجر، صح، والاثنين فيهم جبال، بس الجبل ده رملي والجبل ده مش رملي. كمان الارضيه بتاعه الصحراء فاضية خالص ما فيهاش نباتات، لكن أرضية الغابة فيها إيه؟ نباتات. تمام. الصفحة اللي بعدها مرتبطة برضو بالصفحة اللي إحنا كنا لسه بنحل فيها. بيقول إيه هي البيئة الأفضل للزراعة؟ تفتكروا بقى بعد ما إحنا شرحنا الصحراء والغابة، إيه هي البيئة الأفضل للزراعة؟ إيه البيئة اللي ينفع إن إحنا نزرع فيها؟ الصحراء ولا الغابة؟ ها؟ ايوه سامعاك يا محمد، الغابه، شطار. طيب دلوقتي احنا المفروض نجيب مع ماما كوبايتين، نحط في واحده رمله ونحط في واحده طين، ونحط في دي بذره ودي بذره، ونشوف مين في انهي كوبايه هيطلع البذره الاول وهتنمو وهتنبت. انا
انا عايزاكوا تعملوا الحاجة دي مع ماما وتوريهاني وتبعتها لي صور وفيديوز وانتوا بتزرعوا. طيب